السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج بيم 360 جلو. ده هاجي دلوقتي على الريفت وهقول له جلو، بيقول لي اختار الهوست بتاعك، هقول له بيم اريبيا وهقول له نيكست، فبيبدأ يقول لي اختار المشروع اللي انت عايز تضيف ليه. تمام، انا هحطه في السيمبل بروجكت دلوقتي وابقى له بعدين، مفيش مشكلة. نيكست. تمام، بيقول لي ايه الفيوهات اللي انت عايز ترفعها. انا عايز ارفع الاليفيشن، الديتيل اللي مش عايزها، ال 3 دي فيو. تمام، تبدأ تختار الحاجات اللي انت محتاجها، لو في شتات معينة محتاجها. نيكست. تمام، بيبدأ يقول لك ايه الامتداد، هل انت عايزها ان دبليو سي ولا دي دبليو اف، زي ما انت عايز. ممكن تبدأ تعمل فولدرات جوه المشروع حسب الحاجة اللي انت عايزها. تمام، ممكن تقول له include rooms ان لو في linked file انا محتاجهم، وبعد كده اقول له اثناء بيبقى shared ولا البروجكت internal، اقول له grow it، هيبدأ يرفع لي الموديل على الجرو. لما بترفع على الجرو سهل جدا، وانا شغال في الفيلد اقول له انا عايز المنفذ موجود. كده انت رفعت المشروع بتاعك على بيم 360 جرو، فكده اصبح متاح جدا ان انت تتبادل المعلومات مع الناس اللي موجوده في السايت او الموجوده في الاوفيس او في اي مكان على مستوى العالم، وتاخد منهم الكومنتات. دي خاصه بالشتات، بيقول لك ان هو استخدم نوع معين من الفيكتور في الطباعه، مش مشكله يعني. بعد كده لما تفتح اوتوديسك بيم 360 جرو وتقول له فيو اول، هتلاقي الموديل اهوت ظهر معاك، الحاجات الملفات بتاعتك اهيت. تمام، تقدر في اي وقت فيهم تدوس عليه وتبدا تشوف الموديل بتاعك. وتقدر تشاركه مع الناس بحيث ان اي حد معاك في الفريق يقدر يشوف الموديل. الشكل دوت. هو بس بيتحمل، ففي أي وقت تقدر تعمل تقيس أي حاجة أنت عايزها، تقدر تشاركها مع أصحابك وهكذا.